مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم بدنا نعمل اكلة الكيمة الهندية اللي هي تقريبا بازيلا بالبندورة واللحمة. راح نحتاج لوصفة اليوم تقريبا 400 جرام لحمة ناعمة. راح نحتاج معنا لبندورة عدد 2 مقطعة، بصل عدد 2 مقطعة، بازيلا خضراء انا عم بستخدم المثلجة هون. راح نستخدم معنا تقريبا نص وقت بقدونس مقطعة، فليفلة خضراء حسب الرغبة، كمان واحد عدد واحد للبهارات مقطع. رح نستخدم معنا ربع معلقة صغيرة مسلة، ربع معلقة صغيرة كاري، بعدين حنحط ربع معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة كزبرة، ونص معلقة صغيرة اللي هي سبع بهارات الحلبية. وحنستخدم معنا طبعا ملح حسب الرغبة. رح نحتاج معنا لزنجبيل مهروس، ورح نحتاج معنا لثوم كمان. وهلا راح نبلش بالتحضير. هلا الخطوة الأولى على نار حامية، راح أحط أنا تقريبا ما يعادل تقريبا فنجان قهوة زيت للقلي، وراح أحط معه كمان ما يعادل معلقة كبيرة سمنة، وراح ندوبهم على النار. هلا أول ما بلش الزيت يحمى معنا شوي، راح أول شيء أنا أحط البصل، وراح نقلبه لبين ما يبلش ياخذ لون معنا. اول ما البصل بلش ياخذ معنا لون، راح اضيف انا الثوم، وراح اضيف الزنجبيل ما يعادل معلقه كبيره زنجبيل، مثل كمان راح اضيف ثوم مهروس، وراح نحركهم مع بعض. راح نحركهم كم تحريكه ونضيف اللحمه مباشره فوق البصل والثوم والزنجبيل. هلا راح اضيف اللحمة وراح نقلبها مع الخلطة. هلا وانا عم بقلب اللحمة راح اضيف البهارات عندي. البهارات حكينا عنهم بالبداية. وراح نتابع التقليب. هلا بعد ما قلبناها كويس، راح اضيف عندي البازيلا فوق الخلطة ونحركهم مع بعض. وهلا راح نضيف ملح حسب الرغبة فوق الطبقة. الفلفلة الخضراء بعد ما قلبناهم مع بعض كويس، وراح اضيف عندي البندورة، انا عفوا نسيت احكي لكم بالبداية، كمان راح استخدم عندي معجون طماطم، راح احط عندي معلقتين كبار، وراح احركهم مع بعض. الشغلة الاختيارية اللي هي الكوكونات كريم، إذا بتحبوا كمان ضيفوا ما يعادل تقريبا كاسة شاي من الكوكونات كريم، أو فيكم تتخلوا عنها، طبعا هي حسب الذوق أو اختيارية، كمان بتعطي هيك طعم طيبة مع الطبخة. هلا مثل ما أنا شايفين، أنا بعد ما أضفت الطماطم وحطيت كمان ما يعادل كاسة شاي من الكوكونات كريم، راح أحط هلا فوق البقدونس، وراح احط تقريبا كمان ما يعادل كاسة ونص مي سخنة. انا اوريدي سخنتها هون بالبريك، فراح اضيفهم كمان فوق. وراح نحركهم مع بعض. هلا راح اوطي النار تقريبا على الهادي، وخليها تغلي على مهلها لبين ما تنشف المي منها، وبعدين بتكون جاهزه للتقديم مثل ما راح نشوف. وهلا بعد 45 دقيقه تقريبا على النار، هي نشفت معنا، فراح طفي النار تحت انا مثل ما انا شايفين. و
تكون جاهزة للتقديم، فيكم تقدموها مع رز، فيكم تقدموها مع اللي هو الخبز الهندي الروتي أو الباراتا، وفيكم أو مع المشلتت تقريبا نفس الفكرة أو الخبز التنور. وألف صحة وهنا.